يا مساء سعادة على كل مشاهدي برنامج أنا والطبيب. في الحقيقة بنفضل طول حياتنا قاعدين قدام التلفزيون أو ماسكين التليفون على الفيسبوك، وبيفضل العمر بيجري يوم ورا يوم، وبنفضل بقى نستنى أي حاجة عايزين نعملها. أنا عايزة أقول إن هو الشيطان بيأجلنا إن إحنا ممكن نكون صحتنا أحسن، بيأجلنا في شغلنا، في عملنا، في علاقتنا مع الناس الكويسة، لأن إحنا بنفضل نتكل. أصل أنا هعمل ده بعد العيد، أصل أنا هخس بعد رمضان، أصل أنا مثلا هروح لدكتور الدايت بعد مش عارفة إيه، وبعدين أفضل أتصل بناس قرايبي، أنتوا عملتوا إيه عند دكتور وأي حاجة تعطلك في الكون. وللأسف إحنا بنستسلم للموضوع ده. بس معانا ضيف فقرتنا دكتور محقق حاجة كده غريبة قوي، بيخلي اللي بيقعد يشوفه سواء على السوشيال ميديا أو في التلفزيون ما بيترددش لحظة، يعني بيجري على طول يرفع سماعة التليفون، وده مش راجع لحاجة بسيطة، لا ده راجع عنده قوة، عنده قوة غريبة وخارقة في ان هو يدخل القلب. هو عارف هو بيدخل لك منين، لان مريض السمنه المفرطه ده مش سهل خالص حد يقتنع ان هو يروح يخس، حتى الخطوه عنده بمليون خطوه، يعني بالنسبه له كده اكنك مثلا يعني هتدخله الجحيم، ان انت هتقول له روح وتعالى عند دكتور. لكن دكتور ماجد زيتون، وبكل صراحه وبمصداقيه وشهادتي فيه دايما بقول ان هي مجروحه، الناس على طول بتجري عليه. ايه السر بقى عنده؟ ده اللي هنعرفه النهارده. ليه انا قلت في الفقره كده هنعرف ايه السر ان الناس بتجري عليه؟ لان معانا ضيف فقرتنا هو حد بقى يعني مهنته بقى معروفه وزميل لينا يعني، ودي حاجه مشرفاني ان هو موجود معانا. فمعنى ان حد مثقف وحد في مهنتنا دي ان هو بسرعه كده يجري لدكتور ماجد، يبقى السر بقى معاه، هنعرف السر منه في الفقره دي. خليني ارحب بضيوف فقرتنا، دكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه، واستاذ احمد محمود، اهلا بيكم منورين. اخباركم ايه؟ انا مبسوطه اللي معانا زميل لينا، حضرتك مخرج صح؟ مصور في تلفزيون مصر. مصور اوكي، يعني زميل لينا برضو، فكل حاجه قدامك وبتشوف كل حاجه، وعارف مين بيغش ومين ما بيغشش، وعارف مين بيفشر ومين لا، صح ولا لا؟ هو اللي حصل ان انا كنت شفت بعض البرامج التلفزيونيه للدكتور ماجد، وطبعا الواحد بسبب خبرته في الميديا وفي العمل الاعلامي بيبان من البادي لانجوج، طريقه الكلام، اذا كان الشخص ده انيسنت يعني صادق ولا ولا بيبيع اليوجنز ووهم للناس. فطبعا كان واضح بسبب خبرتي ان الدكتور يعني تراستد، فاخدت قرار بان انا اقابل الدكتور لسبب بسيط جدا، لان حضرتك عارفه ان احنا واحنا شغالين في مجال الاعلام طبيعه العمل ده فيه ضغوطات جامده قوي. فانا لما شفت ان الدكتور بيتكلم على فكره ان ممكن ان في ناس طبيعه عملها ما تنفعش انها تمارس رياضه، مش لانها ضد رياضه، لان طبيعه عملها ما فيش ده في الجدول بتاعها. فالدكتور كان يعني اتكلم على المعادله دي ان هو قادر ان ينفذها، فقلت يعني ليه لا، ان انا بطبيعه عملي مش قادر ان انا الضغط بتاع طبيعه العمل اللي احنا شغالين في المجال الاعلام. فكان القرار بان انا اروح للدكتور ماجد. كان وزنك قد ايه؟ كان وزني 116 كيلو. ودلوقتي وصلنا ل 77 كيلو. 77 كيلو، يعني نقول فرنج ال 40 مثلا، 39 كيلو. في قد ايه؟ تقريبا في 4 اشهر. ده حلو جدا. حلو طبعا، ده انجاز. انجاز يا دكتور. والله بص اقول لك حاجه يا ميري، الناس بتجري عليك. لا والله هقول لك حاجه يعني انا بحاول دايما ان ما بطلعش اقول انا بعمل وبسوي، دايما فاهم الحاله تتحدث عن نفسها، المصداقيه في النتائج. يعني انا مش عايز اطلع دايما في التلفزيون، يعني مثلا ممكن تقول يا دكتور ناجي مش لازم تجيب حاله، لا انا عندي الاف الحالات فعلا نازلين 40 و50 و100 كيلو والكلام ده كله، وناس معروفه او ناس اهلها او حالات من النت ولا زي ده. لا 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 طبعا، حالات حقيقيه بمصداقيتي، ودي خبرتي الاف الحالات يعني. فدايما بدي النتائج هي المحور اللي بشتغل عليه، فاهمني يا احمد؟ يعني لما اجيب احمد النهارده نازل من 116 ل 77 في 4 شهور، بهذه الصحه، بهذه الجمال، بالوش، بالنضاره، ده بيفرحني. رشاقه يعني، ما فيش بطن، الجسم ممشوق، حاجه تشرف بصراحه. ما ده اللي انا عايز اقوله، ده الوطن اللي بلعب عليه، الوطن ايه؟ المصداقيه. مش عيب ان يكون في انفراد وتميز كما صحة ماجد زيتون لعلاج السمنه، بس دايما بقول حاجتين، بلا جراحه، بلا مضاعفات، بلا رياضه. صح. ومش عيب ان اكون متميز في الادوات اللي ربنا وفقني بيها، معايا وحاطط رجل على رجل، ولا رياضه ولا جراحه ولا قطه عمليات ولا تكميم ولا رياضه ولا مضاعفات، والوش والنضاره والصحه والاشراق ولا شهور. يعني خلينا نتكلم، لا يعني ما ده توفيق. اسمح لي اتكلم في نقطه،
ال40 كيلو في ناس يعني ممكن في ال40 كيلو دول يتقسموا مثلا على 6 7 شهور، لكن مش عندي حضرتك بتختصر الوقت. سرعة. وخلينا بقى نركز في نقطة، ما شاء الله الوش فيه نضارة، الجسم مش حاسة ان هو يعني دايما اللي بيخس الوزن ده كله الاقي بقى وشه مخطوف، مش عندي بحس ان هو عنده بنشك عنده مرض معين مش يعني. عندي أيوة. صح. مش في حالة ده في كل الحالات يعني. عايزين نشوف، نطلب من مخرجنا نشوف صورة أستاذ أحمد قبل وبعد على الشاشة، وخليه بقى يقول حاجة عن نفسه يعني. أيوة. قول لنا بقى لما جسمك أنا هقول لحضرتك على حاجة، يعني ما شاء الله ما شاء هات الله كنت الصورة. زي الفل برضو، بس لما كان جسمك بالوزن ده كله قول لنا بقى انت كنت بتحس هو بايه؟ إلا يعني هو طبعا كان بيبقى لما باجي بمشي ولو حتى مسافة صغيرة أطلع السلم وحتى يعني دور أو حاجة كان بيبقى مجهود كبير، وكنت بحس إن أنا وكأني ببذل كان أجهد. معطلك في شغلك يا أستاذ أحمد الوزن؟ طبعا أنت عارفة حضرتك إن الجولانة دي محتاجة إن الشخص يكون يعني اه حالته الصحية كويسة. تاني حاجة بقى إن أنا كنت عاوز أتكلم بس على فكرة إن إحنا لما ابتدينا نخس كنت أحيانا وأنا ببقى لابس يعني جاكيت ولا حاجة، وكنت ابتديت بإن أنا أخس كان الزملاء ما كانوش ملاحظين خالص يعني، لا كان باين على جسمي ولا كان باين على وشي إن أنا. فلما ابتدى بقى إن إحنا ظروف الصيف الصيف وقلعت وبقيت لابس اتفاجئوا بقى اتفاجئوا فعلا حرفيا اتفاجئوا. فده كان شيء التعليق ايه؟ كان التعليق ان هم ما كانوش مصدقين يعني، جات لهم حاله شوك ان ازاي شكوا ان فجوه. انت عامل عملية؟ لا هم ما مش يعني شكوا ان في حاجه مش طبيعيه حصلت، ان ازاي، لدرجه ان بعضهم سالني وزنك كام، فلما يعني حتى كنا لسه ما وصلناش الرقم ده، فلما قلت لهم على رقم اكتر من الرقم ده قالوا لي لا انت لازم تروح توزن تاني لان اكيد الرقم ده انت اقل من الرقم ده. فقلت لهم لا والله هو الرقم يعني كنا تقريبا ساعتها وصلنا ل90، وحتى قالوا لي لا انت اقل من 90 بكتير. فقلت لهم لا احنا لا انا مش، قالوا لي لا انت اكيد الميزان غلط انت اقل. فالمهم ان الشخص يعني يبقى باين حتى ان هو ايه اللي خلاك ترتاح لدكتور ماجد لما دخلت عليه كده المقابله الاولى؟ وطبعا احنا بنقول دايما الانطباع الاول بيدوم، فدايما انطباعه الاول بيبقى حلو على قلوب الناس، انا بقول كده. ايه اللي خلاك في المقابله الاولى تكمل معاه؟ اللي خلاني في المقابله الاولى اكمل معاه لانه لقيته عمال يتكلم كتير 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 رغاي زي زي كده في البرنامج رغاي، انا رغاي بطبعي يعني. فعارف حضرتك احيانا ممكن تروح لبعض الدكاتره يبقى الكلام بتاعه زي الشورت كات كده، لدرجه ان انت ممكن يعني تحاولي تستنطقيه ان هو يبقى يعني يقول طلع منه معلومه يعني ما تعرفش ما تعرفيش، وبعد كده ممكن تقومي تمشي تكتشفي ان في بعض النقط ما هو كلمتش ما فيها، كلمتش وده فيها. بيزعل جدا على اه فكرة. بيزعل. على عكس بقى انا لما دكتور ماجد لما قابلته قعد يتكلم لدرجه ان انا قلت له على فكره يا دكتور انا في حالات كتيره بره وانا حاسس ان انا خدت وقت بتاع ناس كتيره. يعني مش انا لوحدي في الفقره. لا انا بص هقول لك حاجه يعني جايز انا بحب حياتي تبقى لطيفه يعني خصوصا ان في مصداقيه. احنا بنحب يعني كلامك يا دكتور الله بصراحه. يخليك. هي الفكره كلها ان يعني هي برضو الخبره، ان دايما انا اي حد عيان بيخش لي فاهم بالخبره برضو بالعلم سنين طويله قوي انه يعاني من مشكله حقيقيه. المشكله دي حلها موجود بتوفيق من عند ربنا عندي، فهي دي الطاقه الايجابيه اللي عايز اديها له من اول مقابله، ان معيش استعداد يطلع من عندي يروح مقطع الورقه بتاعتي، معيش استعداد يقطع الروشته بتحصل بتاعتي. كتير صح، بيصعب عليا جدا ومش هيحصل لو ما كانش هجتهد معاه وانقل طاقه ايجابيه بلا حدود ورب الكعبه، وانا امين في كل كلمه هقولها له ان هنشفك وانا اشف مش عارف وبسرعه وبصحه من غير مضاعفات، خصوصا انا بتكلم بعلم يعني خلي بالك برضو لما بقعد اشرح العلم اللي بشتغل بيه يعني دايما اقول كلام انا فاهمه. انا ولا بتاع حجاب ولا بتاع عمليات يا ابني، انا بتاع علم. العلم ازاي ان اشغل مكان 24 ساعه يتكسر في دول في الشهر الاول والثاني والثالث، وفعلا هو بيجرب من اول اسبوع وثاني اسبوع الوش ونضاره. خليك في نقطه، ما بيقول لك اصحاب وش باينه يعني ما خدوش بالهم ان انا بخس من كتر نضاره الوش. انت عارف الدكاتره لما بيجي يخسسوا سواء كان بجراحه او غير جراحه صح. من اول اسبوع السمار والترهلات والاعياء والضعف ما كانش الوش يحمر عندي بشان ما جيت والشعر بيقع وحاجات لا لا مش كتيره عندي قوي. انا طبعا ما دل... دي النقطه اللي عايز العب عليها. النقطه اللي هو التميز في كل شيء هيخش بقه عندي في خلال ال4 شهور ازاي انزل له 40 كيلو وال50 وال100 كيلو وبسرعه وبصحه، ان انا مسؤول مسؤوليه كامله عن اكله وشربه وحياته ومواعيد نومه والسناكس والعلاج اللي هياخده، ان كل دي الادوات اللي ربنا وفقني فيها ان هشغل مواتير ما بتوقفش تنزل كل دول اللي في جسمه
بسرعه وبصحه. هو الجواب باين من عنوان يا دكتور، يعني الله اكبر، يعني انا بقول النهارده الله اكبر، واقول لك يعني ايه الشياكه دي يا دكتور الله ماجد. الله يخليك، الله يخليك. دايما يعني احلى حاجه في الدكتور بيحسس الناس ان احنا قرايبه، يعني انا دايما بحس ان دكتور ماجد قريبي، هو اخويا، بتكلم بجد يعني. هو عارف حضرتك شايفينه كده كلنا تلقائيين معاه، هو في حاجه كده سر غريب بيعمله مع الناس. عارفه مين؟ اقول لحضرتك على حاجه. لما وصلنا للرقم ده فبصيت لقيته لما قابلته، فراح قال لي احمد تعالى خش، وبعدين راح قال لي على فكره يا احمد انت نشفت عني، انت خسيت اكتر. عارفه انا انبسطت من ايه؟ يعني حسيت ان هو ما بيغيرش، يعني في بعض احيانا يعني يبقى الشخص يعني ممكن احمد انا مش عايز اكتر حاجه بتسعدني انا كعيان عندي ان اوعد وانفذ، يعني الامل حطيته عندك مش من فراغ، يعني اكتر حاجه بحمد ربنا عليها ليل ونهار ولا حول ولا قوه الا بالله ان كل الوعود اللي انا بديها تنفذ. يعني تخيلي انا وعدته بال 40 كيلو في 4 شهور وفعلا حصل، الله اكبر، وبصحه والوش يعني انا مش عايز اقول شكله صغر يعني غير الدكاتره. لا ما هو الصوره واضحه، ما ده اللي انا عايز، اللي انا عايز اجيب الصوره كتير. الاضافه مخرجنا الجميل استاذ مجدي نستاذنه يجيب الصوره كتير قوي، لان يعني عايز اجيبها قبل وبعد. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ده التميز من عند ربنا سبحانه. اوكي. وانا مجتهد ان انا اوصل العيان دوت بلا جراحه. يعني لو قلنا في دكتور بيخس 40 كيلو بجراحه، في دكتور اشرب من غير جراحه وبصحه ومن غير مضاعفات ولا اوضه العمليات ولا تكلفه العمليات ولا مضاعفات، وما بيرجعش الا هو خسه والوش وباك تو لا لايف. وبص قعدته بقى، يعني عارف لا قاعد يعني مستقلني في القعده كده ومبسوط. طب اقول لك حاجه برضه، هو عارف الدهون بتخلي الواحد مش طايق نفسه. هقول لك حاجه يا ميري برضه، هبص غصني اكتر. لا لا ما هو الله اكبر يعني. لا انا حققتكم بالحالات، انا خسيت برضه على فكره، حققتكم بالحالات. هي الفكره بس في نقطه هو قالها انا كنت عايز اكد عليها. اوكي. عشان بنزل بدهون بس، خلي بالك دايما الوش والنضاره هي مرايه حقيقيه للاعضاء الداخليه. لما تلاقي عيان بيخس عندي والوش الاحمر والنضاره والاشراق عكس الدكاتره الثانيه، تعرفي ان كل الوظائف العضويه شغاله بايه؟ في مكانها الصح. صح. ككبد، كبنكرياس، كامعاء، كجهاز هضمي، كقلب معايا، وده البطل اللي بغلب عليه، ده اللي بيفرحني فرحه عمري. طب خليني ما انساش بقى. طب اكمل بس على حاجه. طب عشان كنت عايزه ابارك لك. وعشان بنزل دهون بس ما باخدش من كتله العضليه، يعني دايما العيان اللي هتلاقي وشه اصفر عند الدكتور او سمر تحت عينيه او عنده هبوط او عدم قدره على القوه والباور، معايا تعرفي انه بياخد من العضلات. فده اللي بي ايه؟ اللي بيسعدني انا كمان ان كل وعودي ان هنزل دهون بس والجلد ومفيش ترهلات مفيش سمر، وخلي بالك ده اللي بيفرحني انا فرحه عمري. احنا حفظنا وعودك من كتر ما هي يعني بتتحقق. يعني مش والله ابدا، هي مش زيت وعود. بتكلم بجد، اصل هقول لك حاجه، عارف الناس اللي بتقول كلام هبائي وخلاص، فبتلاقيه مش بيمسك في الذهن. لا لا، لكن ما دام الكلمه اتنفذت، احنا يعني احنا مخرجين كل الناس اللي فوق كلنا حفظنا كلامك، لان هو حقيقي احنا بنشوف. انت عارف اكتر كلمه بيحفظها العيانين ايه دلوقتي؟ هنشفك وهنشفك. انت عارف العيان بيجي له، انت عارف يا احمد العيان بيجي له دلوقتي، انا جاي لك على الكلمه دي، ان هنشفك وبسرعه وبصحه. الكلمه انا طب هبارك لك بقى ولا مش هبارك لك؟ على ايه؟ على اللي انت طبعا يعني في تعاون ما بين حضرتك وما بين الدوله، ان انتوا هتعملوا يعني بروتوكول. اه يعني بتوجهات طبعا. اتكلمنا بقى، اتكلمنا بقى. ان شاء الله كده يا احمد، عشان بعرف انا شايف طبعا ان عايز اوصل منظومتي على مستوى انحاء الجمهوريه. اوكي. وطبعا تحت ارشاد القياده السياسيه ومرادة السيد الرئيس طبعا، ان مصر تحية بلا كبيرة سنه طبعا. طب معايا، فانا ان شاء الله طبعا ان هنزل بروتوكول غذائي علاجي مرخص من وزاره الصحه لاخواتنا في الدلتا، اخواتنا في اسكندريه، في الصعيد، بسعر ما فيش تكلفه خالص تقريبا، تكاد تكون محدوده. وده مع الشركه المتعاونه اللي بتنتج العلاج معايا. حلو قوي. وتقريبا انا بتاع مع اشراف كامل من الاطباء الاخصائيين اللي عندي، وابعدوا تماما. معنى كده ان انا مش هتوح. ما دي النقطه. انا خليني معلش اتكلم دي. معنى كده ان انا مش هينفع توه او اكون مشتت او اشكك في الدكتور اللي اختارته الدوله بمعنى اصح، واللي ماشيين مع بعض على بروتوكول معين وخلاص، اللي هو من الاخر يعني ربنا يخلينا طبعا الريس وطبعا كل السياده الافاضل، ولكن عايزه اقول هم حطوا تحتيك مليون خط لنجاحك. فخليني يعني اسقف لك واقول لك الف الف مبروك في برنامج انا والطبيب، ودي حاجه تشرفني انا شخصيا لحضرتك ظهورك الموسم اللي فات والموسم ده معايا انا. الله يخليكي. وفي حاجه اضافه كمان، وكل ده عشان نبعد تماما عن الطب اللي موجود في النت والغش والنصب والاحتيال اللي بيحصل بالكورسات التخسيس المضروبه اللي ما تعرفش ولا مصدر ولا الكلام ده كله، بحيث يبقى في توجه طبي وعلمي بحرفيه وامانه. صح. من مراكز طبيه متخصصه
معايا ان نطلع مصر كلها من السمنه، ان السمنه بقت فعلا ام الامراض، ومش عايز اقول لك ان الشعب المصري 80% تقريبا ان شاء الله يعاني من السمنه. هنبتدي الحمله دي معاك، هتكون برضو من خلال برنامج انا والطبيب، ومش هينفع برنامج انا والطبيب غير بدكتور ماجد زيتون ان شاء الله. لان انت طبعا فخر لينا كلنا. خلينا نرجع بقى للاستاذ احمد. اوعى تسرح مننا. قول لي بقى كل حد فينا لو حد عمل له حاجه حلوه بيبقى قدوه ليه، وبالنسبه له حاجه حلوه قوي. دكتور ماجد بعد ما وصلك للوزن ده بقى بالنسبه لك ايه؟ يعني عايز تقول له ايه؟ حاسس بايه؟ فرحتك يعني انا عايز انقل فرحتك. انا والله عاوز اقول له ان يعني الناس لما بتشوفني دلوقتي بتبقى مستغربه جدا، تفضل تسالني في ايه؟ ازاي؟ حاله من الدهشه. انا نفسي انت عارف حضرتك البرنامج الجوجل لما بتاخدي بعض الصور وبيعمل سينك على الايميل على الدرايف، لقيته بيفكرني بعض الصوره مصوره من سنه او سنتين، فحسيت ان انا شكلي اللي هو ايه ده، مين مش انا؟ ده مين انا مش انا؟ يعني انت قصدك ان عشان بنختم ان كل اللي بيسالك وبيندهش بتقول بتذكر اسم دكتور ماجد؟ طبعا 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 لازم اذكر اسم الدكتور ماجد، ولازم اقول على حاجه برضو مهمه، ان عشان نكون صادقين برضو، إن لازم العيان نفسه يكون فاهم ان هو لازم يلتزم بكلام الدكتور. يعني بمعنى ان هو مش هيقدر يوصل للنتيجه دي سحرية. الا لو هو التزم بكلام الدكتور. احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا، والف مبروك على الانجاز اللي حضرتك وصلت له. عقبال يا رب. انت بتثبت دلوقتي يا احمد مش كده؟ ان شاء الله بيثبت. ما هو بقى هنيجي برضو في الاخر، الفقره خلصانه بقى لها شويه. كل اخر فقره لازم نعمل يا ستي جايات اكتر من رايحه. فالافات ان شاء الله من الناس غير استاذ احمد تخس مع دكتور ماجد زيتون، غير طبعا الفات اللي خست دايما في تقدم وفي نجاح. ومره ثانيه الف مبروك في التعاون مع الدوله في البروتوكول العلاجي اللي هيكون طبعا تبع وزاره الصحه، واحنا بنهنيك يا دكتور. بنشكر دكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه، وبنشكر طبعا ضيفنا اللي منورنا النهارده استاذ احمد محمود، وانا كمان بشكركم. خليكم معانا فاصل وارجع لكم تاني بسرعه.